السلام عليكم إخوان الأخوات، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير، كل واحد بالاسم ديالو. جمعة مباركة. شوف، المهم رحنا دابا كنا عند الشرطة القضائية وخليت إكرام باقة، خرجت أنا وسي مصطفى، إكرام باقة معاهم. والمهم هما راه شافوا هشام، وجات هذيك السيدة اللي من كازا عيطوا عليها البارح باش صبحات هنايا، اللي دالها 54 مليون، وتقابل معاهم وخرج عينيه وقال لها انت غير مستهلكه. المهم انا اللي بغيت نقول لكم، خاصكم تعرفوا راسكم انكم غتتعاملوا دابا مع وحش، وحش كان مخزون عام، وهو مخزون ماشي غير مخزون هكاك، مخزون تيقرا قاري، جاي قاري، عارف القانون، عارف منين يدخل، عارف منين يخرج. المهم خاصنا دابا نتلاحموا، وما كاين لا مشادات لا حتى حاجه، خاصنا نتلاحموا نكونوا خوت، وخاصنا نحضروا في الجلسات. اي جلسه خاصها تكون غدا، ما غاديش نحضروا. علاش؟ لان غادي ما غاديش تجيو نتوما بلا ما تجيو، غنحضر غير انا وسي مصطفى واكرام، لانه غدا غادي يدوز غير من عند من قدام الوكيل، وحنا غادي نمثلوكم. ومن بعد غادي نوليو نعرفوا امتى تيكونوا الجلسات، امتى غيكونوا الجلسات، وضروري الحضور خاص يكون مكثف، مكثف جدا في القاعه. المهم انا قلتها لكم، وهو راه جاي حافظ ومزيان وعارف اش يقول، راه قالوها لينا، قالك هذا راه وحش، هذا وحش بشري، يعني خاص المحامي ديالنا يضرب خاصو، يعني المحامي ديالنا نهضروا معاه يكون شاد معانا مزيان، وخاصو يعرف شنو تيدير. وهذاك الشيء اللي دايرين ليه المحاميين ديالو هو خاصو يضربوا ليه كله في الزيرو، لانه هو بغى يديرنا باننا حنا مستهلكين، كان تيبيع لينا السلعه لا غير. المهم على اي هضره طويله، من بعد نكملوها. والله يجازيكم بخير، وكيفاش الطريقه باش تشد، لان البوليس كانوا هنا دايرين خدمتهم، كانوا مفرقين التصاور ديالهم، التصاور ديالهم بارتو في القهاوي، في لي ستاسيون، بارتو بارتو بارتو. كيفاش تشد؟ جا من شي مدينه وداخل في الليل، وكان جالس في شي قهوه، صافي عيطوا عليه مجاو داوه. اللي تيقولوا لا راه سلم نفسه، ما سلم نفسه ما والو، هذاك ما باغيش يسلم نفسه. ونزيدكم واحد القضيه، وعائلته ما في اخبارهم حتى حاجه، يلا عيطوا عليه قبيله، عيطات عليهم الشرطه القضائيه قالت لهم اجيو راه ولدكم كاين هنايا. المهم سن من بعد نكملوا الهضره. يلا السلام عليكم.